السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض ثينجز بورد، وده عبارة عن منصة للإنترنت الأشياء، إنترنت أوف ثينجز، والميزة إن هو مفتوح المصدر أوبن سورس، فتقدر تحمله عندك وتشتغل بيه بدون أي مشاكل خالص. زي ما أنت شايف في منصة، شايف كل حاجة على الكمبيوتر، تمام؟ يعني مثلا سواء مبنى كبير أو مدينة كاملة تقدر إن أنت تتابع كل حاجة فيها، ويبقى عندك ثانية بثانية ايه اللي بيحصل، تمام؟ يعني في مشاكل في الكهرباء، في مثلا الإنارة، كل حاجة بتبقى انت تتابع كل الديفايس او كل الأجهزة انت قادر ان انت تتابعها، بحيث يبقى عندك زي توأم رقمي لكل حاجة، وكل الحاجات ممكن تشوفها من اي مكان في العالم لان هي موجودة على الكلاود. تعال نشوف السمارت ريتيل مثال مثلا اهو. عندنا طبعا حاجات خاصة بالووتر ميترينج، بتقدر تراقب الوتر المية، ده لايف ديمو، يعني ده حاجة حقيقية مش مجرد حاجة متسيف عندهم، لا انت كده بتشوف أداء مبنى كامل في نفس الثانية اللي احنا شغالين بيها. يخوف ان ندخل نلاقي المكان مقفول، نجرب. اهو بيقول لك بقى السوبر ماركت في حاجات كريتيكال، وهنا بقى ايه الالارم اللي موجود، تقدر تحصل على كل الداتا اللي انت عايزها، التشيلرات، الاجهزه، الفريزر، السمارت، بحيث لو انت في اي لحظه في اي مكان مقفول مفتوح تقدر تاخد الداتا زي ما انت عايز. يقولك ان الباب ده مقفول او مفتوح، تمام؟ يعني لو عندك متجر فيه 5000 باب، اي باب فيهم بتعرف الوضع بتاعه وتقدر ان انت تتحكم فيه. زي ما شايف عندك دور سنسور، في سنسور او حساس في كل باب، لو في حاجة ميجور بيبدأ يقولك عليها، في حاجة كريتيكال يبدأ برضه يقولك عليها، لو في حاجة ديسكونكت ما بتجيلوش اي اشارات منها برضو ينبهك لحاجة زي كده. ده التانك ليفل مونيتور، اللي ده برضو بيجيبهولك كل تانك قد ايه. فانت مراقب كل حاجة عندك على الجهاز، برضو ممكن تراقب المزروعات نفسها بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اشوف لايف ديمو، درجات الحرارة والرطوبة واي مشاكل بتبقى تظهر عندك على طول. اهوت تمبريتشر، الكروب ليفل، ثانية بثانية بيبدأ يجيب لك الأداء اللي موجود، تمام؟ ونقدر إن احنا نسطبه ثينجز بورد، نسطبه عندنا مفيش أي مشكلة خالص. ده ستايلس مونيتور لو أنت عايز تسطبه عندك، برضه متابعة للفليت تراكنج. الحاجات الخاصة بالاستدامة والكربون، دي داتا حقيقية مش يعني مش فيديو مسجل، فانت كل شوية تشوف. اه عندي هنا كريتيكال، فممكن تربطه بالموبايل بتاعك يبعت لك الارم ان في حاجة فيها مشكلة، تمام؟ طيب نقول له بقى برايسنج، دي السعر اللي موجود، ده لان هو عنده سيرفرات، فكلاود بيكلفك انت $10 في الشهر، فتقريبا ولا حاجة. البروت تايب $150 في الشهر. طيب
سيلف هيبقى الميكر ب$10 في الشهر، البروتوتايب ب$99 في الشهر، بس ده فرض ان انت عندك اجهزة بتاعتك انت. الكوميونتي تمام، ده مجاني خالص تقدر انت تصطبه، دي البروفيشنال احنا كنا شفناها قبل كده. طيب ممكن انا بسطب الكوميونتي ونبقى نشوف مع بعض طريقة التصطيب.